أوزفيل هي نتيجة تغيير، بما أنه منطقة الأوزاعي صار لها 40 سنة من بعد الحرب، يعني من وقت ما بلش الحرب، منطقة مهمولة. أخذت مبادرة قلت خلينا نبلش تغيير. قررت روح شوف كل السكان بمنطقة الأوزاعي، خاصة المنطقة اللي قريبة على البحر. جبت فنانين أجانب حبوا كتير الفكرة أنه ندهن الأوزاعي. بلشنا ندهنها بناية ورا بناية. هديك الجمعة بما أنه بلشت تبين أوزفيل، اجوا تلاميذ من مدرسة الاي سي قالوا لي نحن حابينش نساعدك، بدنا ناخد حيط او حيطين ونتبنى هذه الفكرة. تفاجأت، كانوا اكشلي شي 30 تلميذ حبوا كتير المبادرة، انه نحن بدنا نعطي بلدنا، بدنا نحلي بلدنا، وبدنا نجمع كل اللبنانية.